اسمه العلاج بالفن وبدا ينتشر ويتطور من وقتها ولان اطفالنا ما بيقدروش يعبروا عن مشاعرهم نتيجه ضعف حصيلتهم اللغويه كان دايما النتائج بتاعه العلاج بالفن معاهم افضل بكتير من غيره ده غير ان هو بيساعدنا جدا على ان احنا نخلق حلقه وصل ما بيننا وما بين ولادنا او لو عندي طفل كتوم ما بيتكلمش ومش عارف يعبر ازاي ممكن استخدم الفنون علشان اساعده ان هو يعبر عن نفسه بس احنا دورنا في النقطه دي ان احنا نلاحظ ونخلي بالنا وما نحاولش نزق الطفل ناحيه حاجه معينه اي سلوك الطفل بيبتدي يعمله مختلف عن طبيعته وبيحصل بشكل مفاجئ هنا بيبقى عندنا علامات استفهام، يا ترى ايه اللي حصل؟ استخدام الفنون مش محتاج فنانين، استخدام الفنون محتاج ناس عندها مشاعر. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ازاي. في فتره الاربعينات في اوروبا وقت الحرب العالميه تقريبا في الوقت ده انتشر مرض السل وكان الناس بيتم احتجازهم في مصحات لفترات طويله. لاحظ الأطباء في الفترة دي إنه الناس اللي كانوا بيستخدموا الرسم والتلوين كانوا حالتهم أفضل بكتير من غيرهم وده لأن الرسم والتلوين كان بيحسسهم بقدر من الحرية اللي كانوا محرومين منه نتيجة حبستهم في المصحات دي. في الفترة دي بدأ يظهر تخصص اسمه العلاج بالفن وبدأ ينتشر ويتطور من وقتها. ولأن أطفالنا ما بيقدروش يعبروا عن مشاعرهم نتيجة ضعف حصيلتهم اللغوية ولأنهم كمان عندهم قدرة إبداعية عالية وقدرة عالية على الخيال كان دايما النتائج بتاعه العلاج بالفن معاهم افضل بكتير من غيرهم وخاصه مع الاطفال اللي كانوا بيعانوا من صدمات نفسيه نتيجه تعرضهم لبعض الاحداث العنيفه زي التحرشات مثلا او الاعتداءات الجنسيه او نتيجه تخويفهم بشكل كبير او الاطفال اللي بيعانوا من صعوبات التعلم او من القلق او اللي فقدوا اشخاص عزيزين عليهم كل الحاجات دي الحقيقه اثبتت فعاليه العلاج بالفن ده غير ان هو تم تجربته مع مرضى السرطان وجايب كمان نتيجه نتائج كويسه جدا معاهم. في كمان دراسه في امريكا على الاطفال المصابين بالتوحد وازاي ان هم اكتشفوا انه الرقص من اكتر الحاجات اللي بتساعد الاطفال دول. هنا مش بنتكلم بس عن الرسم والتلوين لكن بنتكلم عن فنون تعبيريه متعدده زي الطين والصلصال زي النحت زي التلوين زي الرقص والغنى والمزيكا زي كمان التمثيل والدراما العرايس الكتابه بكل انواعها، كل دي انواع من الفنون التعبيريه اللي بنستخدمها داخل العلاج بالفن. بس يا تري هل ده شغل المتخصصين بس؟ لا طبعا، احنا كمان كاباء وامهات داخل بيوتنا نقدر نستخدم الفنون علشان نساعد ولادنا يعبروا عن نفسهم. الحقيقه ان استخدام الفنون من الحاجات اللطيفه جدا لانه بيستخدم خامات لو احتاج اصلا لخامات بيستخدم خامات غير مكلفه وغالبا متوفره في بيوتنا في بيوتنا كلها. ده غير ان هو بيساعدنا جدا على ان احنا نخلق حلقه وصل ما بيننا وما بين ولادنا بيساعد كمان في تنميه شخصيه الولاد وبيساعدهم ان هم ينموا مهارات التعبير عن نفسهم وعن مشاعرهم غير انه ده كمان بيساعدهم على تفريغ طاقتهم وبيخلي العلاقه اللي ما بيننا وما بينهم علاقه بناءه جدا وبيخليها في مكان تاني مختلف تماما لانه الفنون بتطلع حاجات منا ومنهم عمرنا ما بن... عمرنا ما هنقدر نوصل لها لو احنا ما استخدمناش الفنون دي، بس قبل ما نتكلم على انواع الفنون دي خلونا الاول نشوف ازاي الناس ممكن تكون بتستخدم الفنون دي مع ولادها وايه النتائج اللي ممكن يكونوا بيوصلوا لها لو استخدموا الانواع المختلفه من الفنون. الحقيقه ان الفنون ممكن نستخدمها في حالات كتيره جدا، احنا طبعا هنا مش بنتكلم قوي عن المتخصصين في العلاج بالفن او مش بنتكلم على الحالات المرضيه اللي بيتم علاجها بالفن، لكن بنتكلم على استخدام الفنون في حياتنا اليوميه، ازاي انا كام ممكن استخدم فنون متعدده علشان اعمل حاجات كتيره قوي، زي مثلا لو انا عندي طفل حركته عاليه او طاقته عاليه، ازاي ممكن اساعده ان هو يفرغ الطاقه دي؟ او لو عندي طفل كتوم ما بيتكلمش ومش عارف يعبر ازاي ممكن استخدم الفنون علشان اساعده ان هو يعبر عن نفسه طيب لو انا عندي طفل او لو انا عايزه اكتشف مواهب ابني او بنتي برضو ممكن استخدم الفنون علشان اكتشف المواهب دي ممكن كمان لو انا عايزه ازرع قيمه معينه او سلوك مرغوب فيه ممكن برضو استعمل ده عن طريق استخدام الفنون طبعا لو الطفل كمان متاخر في الكلام او مش مش ملاحق مع الاقران بتوعه ممكن برضو نستخدم الفنون علشان نساعده ان هو يطور الحصيله اللغويه او اللغه عنده من اكتر طبعا المواقف اللي بتنفع فيها جدا الفنون زي ما قلنا من شويه الاطفال اللي بيتعرضوا لصدمات نتيجه تعرضهم لاحداث عنيفه في حياتهم بس مهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا ان في بعض المراحل ممكن نحتاج فعلا لمتخصص يساعدنا يعني مش دايما هبقى قادره استخدم الفنون احل بيها كل المشاكل لكن اكيد هي هتنفع في لقطات كتيره جدا في حياتنا اليوميه تعالوا نفكر مع بعض كده ونشوف يا ترى مع كل حاله من الحالات اللي احنا اتكلمنا عنها ايه انواع الفنون اللي ممكن نستخدمها طيب لو انا عندي مثلا طفل خلينا نبدا بده الطفل اللي طاقته عاليه لان دي الحقيقه بتبقى شكوى كثير من الامهات الاطفال اللي دايما بيتحركوا وبيفركوا مش بيقعدوا على حيلهم وطبعا ده اكيد بيضايق الام جدا لانها بتبقى عايزه تعمل حاجتها او تشوف شغلها في البيت ومش بتبقى قادره تعمل ده نتيجه الفرق والنشاط الزايد اللي عند الطفل ايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها فنيه ممكن تساعد الطفل ان هو يهدى شويه طبعا التلوين من اكتر الحاجات اللي الاطفال الصغيرين بيحبوها بس عشان نقول تلوين محتاجين نراعي بعض الحاجات اللي ممكن تفرق جدا وتخلي الطفل يقعد ويركز كده ويستخدم التلوين او يبقى مستمتع وهو بيعمله لازم نراعي اول حاجه المرحله العمريه اللي الطفل بيمر بيها يعني لو طفل صغير قوي قبل السنتين يعني مش بيعرف يتحكم في الألم محتاجين ان احنا نوفر له مساحة كبيرة لان هو لسه قدرته على التحكم ضعيفة فبدل ما اجيب له ورقة صغيرة يشخبط فيها غالبا هيشخبط فيها شوية ويبتدي يطلع على اللي حواليها من الترابيزات او الكراسي اللي موجودة وممكن بعد شوية كمان يطلع على الحيطة فلو انا عندي طفل صغير ممكن الزق له ورقه كبيره على الحيطه بحيث ان هي تبقى مساحه يقدر يستخدمها ويشخبط فيها براحته، طيب لو الطفل اكبر من كده بشويه ممكن فوق سن السنتين أول ما بيبتدي يقدر يمسك القلم شوية بشوية نبتدي له رسومات فيها خطوط بسيطة مش لازم حاجات معقدة وممكن كمان نبتدي نخلي الطفل يشترك في انتقاء الصور دي يعني مثلاً لو الطفل بيحب العربيات أو بيحب شخصيات كرتونية معينة أو بيحب الحيوانات ممكن نبتدي نجيب له الصور اللي اللي فيها الشخصيات أو الأشكال اللي بيحبها كمان محتاجين نتخلى شوية عن التدخل بتاعنا في رسمة الطفل. كتير قوي لما كنت بشوف امهات قاعدين جنب اطفال بيلونوا دايما طول الوقت تلاقي الام عماله بتوجه الطفل انه ما يلونش بره الخط او انه يختار الوان معينه لا احنا مش هو ده الهدف لان الحقيقه ان احنا لما بنعمل كده بنزهق الطفل وبنخليه زهقان من اللعبه واللي هو خدي انت لوني انا مش عامل حاجه كمان لما الطفل بيكبر من كده بشويه ممكن نبتدي نختار اشكال ممكن تكون اكثر تعقيدا وساعتها ممكن نبتدي نعلمه تناسق الالوان او لو ما حتى دي مش مشكله المهم ان الطفل يبقى مستمتع بوقته وحاسس ان هو بيطلع منتج عاجبه وعلى مزاجه. في كمان رسومات لطيفه جدا ممكن تساعد الاولاد اللي عندهم حركه عاليه خصوصا لو احنا مثلا قاعدين منتظرين للدكتور او قاعدين منتظرين في اشاره مرور او موجودين في اي مكان والطفل بدا يزهق وبدا يفرك. اللعبه دي اسمها سكويجل هيظهر صورتها عندكم على الشاشه. سكويجل هي عباره عن مجموعه من الاشكال زي ما انتم شايفين اشكال عشوائيه جدا ملهاش معنى معين لكن بتاخد اشكال الكيرفات شويه مش اشكال مستقيمه ولكن احنا علشان بنحب نوسع على نفسنا هنقول ان احنا هنعمل اي شكل اللعبه دي بتتلعب بطريقه لطيفه جدا زي ما انتم شايفين كده في الصوره ممكن نختار شكل او اتنين او ثلاثة او اربعه بالكتير ونرسمهم على ورقه بطريقه عشوائيه وبعيد عن بعضها وبنرسمهم غالبا بالوان او بنحاول نستخدم دايما الوان تقيله زي قلم فلوماستر او ماركر وبندي للطفل قلم رصاص وبنطلب منه إن هو يكمل على الصورة حسب ما الطفل شايف، الحكاية دي الحقيقة بتساعد جدا الطفل على تنمية الخيال عنده، ممكن مثلا نلاقي طفل بيرسم حاجات من الطبيعة، ممكن نلاقي طفل بيرسم حاجات بتخوف، ده برضه ممكن يدينا بعض المعلومات عن الحياة الداخلية جوه الطفل شكلها عامل ازاي. اللعبة دي لطيفة جدا والطفل غالبا مش بيزهق منها لأنها دايما فيها تجديد وفيها دايما أشكال هو بيستخدم خياله كل مرة علشان يلاقي شكل جديد. فيها قدر من التحدي وكمان بنقدر نشوف منها حاجات كتيره جدا وكتير قوي على فكره من الحاجات اللطيفه ان احنا ممكن احنا كمان نلعبها مع الولاد لانه بنلاقي قد ايه احنا ممكن نكون مختلفين في رؤيتنا للشكل فممكن مثلا حد يبقى شايف شكل صوابع حد تاني يبقى شايفه شمس، حد يبقى شايف ان ده شكل قلب والتاني يبقى شايفه شكل كوره، كل واحد سبحان الله بيشوف الحاجه اللي بتدور في باله. فده لما يكون عندي طفل عنده حركه عاليه وانا عايزه اهدي النشاط بتاعه شويه. طب ايه تاني غير التلوين والرسم؟ من الحاجات كمان اللي بتساعد الطفل اللي عنده حركه عاليه ان هو يهدى شويه ويفرغ طاقته طبعا الرقص فممكن نشغل اغاني ونطلب من الطفل إنه هو يرقص على الاغاني ويا سلام لو احنا شاركناها الرأس ده وخلقنا مساحة مشتركة دايما مع الطفل ده هيحسس هيحسسه بقرب شديد جدا ده غير ان هو هيساعدنا احنا كمان ان احنا نفرغ طاقتنا لو احنا غضبانين او لو احنا تعبانين او نفسنا نجدد نشاطنا فممكن كمان الالعاب دي ومشاركة الطفل لمدة خمس دقايق تجدد نشاطنا وتخلي يومنا كله يفرق. طيب لو انا النهارده عايزة اكتشف مواهب ابني او بنتي اكتشاف المواهب بلا حدود يعني لو انا عايز اكتشف مواهبه محتاجه اعرضه لاكبر قدر من الانشطه علشان اقدر اكتشف ايه الحاجه اللي هو متميز فيها فممكن اعرضه لرسم ممكن اعرضه لغنى ممكن اخليه يعزف الات ممكن ابتدي اخليه يلون ممكن نبتدي نعمل تمثيل او تقليد للاصوات او تقليد او تبادل للادوار ممكن كمان اخليه يمسك الصلصال ممكن اخليه يبتدي يغني يكتشف ان صوته حلو، المهم انه وهو بيجرب كل الاشكال المختلفه للفنون محتاجين نلاحظ يا ترى ايه اكتر حاجه هو بيستمتع بيها؟ ايه الحاجه اللي بينسى نفسه وهو بيعملها؟ ايه الحاجه اللي ممكن نلاقيه بيتعلمها بسرعه، كل دي مؤشرات بتقول انه الطفل ده ممكن يكون متميز في مجال معين. بس احنا دورنا في اللقطه دي ان احنا نلاحظ ونخلي بالنا وما نحاولش نزق الطفل ناحيه حاجه معينه احنا شخصيا كان نفسنا نعملها او شايفين ان دي ممكن تبقى احسن من حاجه تانية نديله مساحته ونديله وقته ان هو يكتشف نفسه ويكتشف هل هو فعلا مستمتع بالحاجه دي ولا هو بيعملها عشان يرضي ماما وبابا ده بيظهر جدا جدا في حماس الطفل وهو رايح يتعلم الفن ده او يمارسه بتظهر قوي قد ايه هو عايز يروح ومستعجل علشان يمارس النوع ده من الفنون ودي بتبقى طريقتنا في ان احنا نكتشف مواهب الطفل فدايما واحنا عايزين نكتشف المواهب نعرضه لاكبر قدر من الانشطه ممكن ده كمان يشمل الرياضه ويشمل انشطه تانية بس احنا بما ان حلقتنا النهارده عن الفنون فخلينا النهارده نركز عن اشكال الفنون المختلفه كمان لو انا عايزه ازرع قيمه او خلق معين في نفس الطفل طبعا من اكتر الحاجات اللي ممكن تساعد على ده هو القصه او الحدوته احنا اتكلمنا كمان مره قبل كده عن في حلقه فاتت عن قد ايه احنا مهم بالنسبه لنا ان احنا نحدد الاهداف او القيم اللي احنا عايزين نزرعها في ولادنا لاننا مش هنقدر نزرع فيهم كل حاجه فلما نختار ثلاث او اربع او خمس قيم يبقى هي دي اكتر حاجات انا هركز عليها ولما ولما هختار القيم دي هبتدي اختار اشكال فنون مختلفه علشان تثبت القيمه دي جوه الطفل ممكن استخدم الحدوته ان ان البطل الحدوته بيكون بيمارس القيمه دي وطبعا الطفل هنا دايما بيبقى حابب ان هو يبقى شبه البطل فهنلاقيه اوتوماتيك بيبتدي يقلده ممكن كمان نبتدي نختار بعض الاغاني اللي بتعزز القيمه دي وبتتكلم عنها ونبقى بنغنيها وبنرددها مع بعض في البيت ممكن كمان نبتدي نالف او القصص اللي احنا بنقراها للطفل ممكن نبتدي نمثلها سواء ان احنا اللي هنمثلها بنفسنا او ان احنا ممكن كمان نستخدم العرايس وهنا برضو دايما باكد على انه مش محتاجين في اي حاجه بنعملها ان احنا نكلف نفسنا العرايس ممكن تعمل بالخامات البسيطه او الكراكيب اللي موجوده عندنا في البيت يعني لو عندي شويه اصائيص قماش، لو عندي زراير قديمه، لو عندي شويه قطن، لو عندي كوره قديمه، اي حاجه من الحاجات اللي ممكن نكون بنرميها ممكن نستخدمها في ان احنا نصنع بعض العرايس ونالف او نمثل القصه اللي احنا او الحدوته اللي احنا كنا بنتكلم عنها وخلي الطفل كمان هو اللي يختار الشخصيات، يعني مين الشخصيه دي ومين الشخصيه دي ونبتدي نمثل القصه والحدوته علشان الطفل يستوعب اكتر، كل ما استخدمنا حواس اكتر للطفل كل ما ده ساعده إن القيمة تثبت جواه. هنطلع فاصل وهنرجع نكمل بقية الأدوات وبقية الحالات اللي ممكن نستخدم فيها أنواع مختلفة من الفنون. أهلا بيكم، قبل الفاصل كنا ابتدينا نتكلم على بعض الحالات اللي ممكن نستخدم فيها الفنون المختلفة. خلونا نكمل ايه كمان او ازاي كمان ممكن نستخدم الفنون في بعض الحاجات اللي بتقابلنا او الحالات والتحديات اللي بتقابلنا في حياتنا اليوميه مع اطفالنا، لو انا طفلي متاخر في الكلام من احلى الحاجات ان انا استخدمها معاه الاغاني، كتير قوي من الاطفال بيحبوا الاغاني وسبحان الله لغه مشتركه ما بين اطفال العالم كلهم على اختلاف جنسياتهم ولسانتهم، الاغاني من اكتر الحاجات اللي الطفل هيبقى متشجع جدا ان هو عايز يقلدها ويقولها. فمهم بالنسبة لنا إن إحنا نختار الأغاني اللي ممكن تكون فيها بعض المفردات اللي بتساعد الطفل إن هو يعبر عن نفسه طبعا الحواديت والقصص لانه الطفل لما بيكون شويه متاخرا في الكلام لو طبعا ما عندوش مشاكل طبيه فالحقيقه ان هو بيبقى محتاج حد يتكلم معاه كتير ويا سلام لو بيتكلم معاه كلام ممتع بالنسبه للطفل فبنبقى محتاجين دايما ان احنا نركز على الانشطه او الفنون اللي فيها كلام كتير زي ما قلنا الاغاني او القصص والحواديت برضو باختلاف طريقتها ممكن نستخدم العرايس ممكن نستخدم الكتب وان احنا نبتدي نقرا له من جوه الكتاب المهم انه احنا نبقى بنتكلم مع الطفل كتير في حاجات هو ممكن يكون مستمتع بيها علشان ما يحسش بضغط ان هو لازم يتكلم فده ممكن ياخره اكتر ويخليه خايف او يحس ان هو عامل حاجه لانه غالبا احنا كامهات او كابهات لما بنحس ان في حد من اطفالنا متاخر شويه ده ممكن يوترنا ولما بنتوتر بنبقى بنضغط على الطفل او ممكن يبقى خلقنا ضيق عليه لو ما تجاوبش معانا بس من اكتر الحاجات اللي بتساعد الطفل انه احنا نعمل ده بشكل مرح ولطيف طيب لو انا عايزه اعلم الطفل سلوك او عاده جديده برضو احنا كتير بالذات مع الاطفال الصغيرين في عادات كتيره بنبقى عايزينهم يتعلموها زي مثلا اني عايز اعلمه يغسل سنانه او عايز اعلمه يغسل وشه لما يصحى الصبح اي عادات جديده عايزه اعلمها له ممكن نعمل ده برضو من خلال مجموعه من الفنون من الطف الحاجات اللي الولاد بيتفاعلوا معاها جدا الرسم فلو طفل مثلا رسم طفل بيغسل سنانه وعلقنا له الصوره دي عند المكان اللي بيغسل سنانه فيه في الحمام مثلا ده بيشجع طفل جدا ان هو يبقى كل ما بيدخل الحمام بيفتكر وبيشوف نفسه هو بيعمل السلوك ده برده من ضمن الحاجات الاغاني في اغاني كتيره لو دخلنا على اليوتيوب هنلاقي انه في اغاني كتيره بتحث الاطفال على بعض العادات والسلوكيات اللي المفروض ان هم يمارسوها في حياتهم اليوميه دي برضو من الحاجات اني بدل ما اقول للطفل قوم اغسل سنانك او قوم خش الحمام او اغسل ايديك بعد ما تدخل الحمام هنلاقي ان في اغاني لو الطفل حفظها مجرد ان انا بغني له الاغنيه خلاص هو بيفتكر فبتبقى طريقه لطيفه جدا بتخليه يمارس العاده دي او يمارس السلوك المرغوب فيه ده بدون ضغط بل بالعكس بطريقه لطيفه جدا وفنيه جدا وممتعه ومريحه لكل الاطراف كتير قوي من الامهات بيشتكوا ان اطفالهم ما بيعبروش عن نفسهم او خلينا نقول الطفل كتوم ما بيحكيش كتير تلاقي ام بتساله مثلا عملت ايه النهارده في المدرسه يقول لها الحمد لله طب صحابك اخبارهم ايه كويسين تلاقي في طفل كده بيرد يا دوب على قد السؤال بعكس طفل تاني اول ما يدخل من المدرسه من غير ما تساليه تبص تلاقيه بيجيب لك اليوم من اوله طيب الطفل الكتوم ده معظم الاهل بيبقوا قلقانين لانه هم بيبقوا مش عارفين ايه اللي بيحصل في حياته، هل في حد بيضايقه؟ هل مرتاح في المكان؟ هل مش مرتاح في المكان؟ فبيبقوا نفسهم يطمنوا ويعرفوا اخباره. في طرق لطيفه جدا فنيه برضو ممكن تساعدنا ان احنا نعرف الطفل ده بيمر بايه في حياته. من ضمن الحاجات دي ان احنا نقعد نحكي حدوته على طفل تاني مش الطفل ده، لانه الطفل ممكن يحس ان هو مستريح اكتر وهو بيحكي لو بيحكي على حد براه مش على نفسه. في طريقه لطيفه جدا واحنا بنحكي الحدوته ان احنا ممكن نحكي ونكمل على بعض فممكن اقول له مثلا كان يا مكان كان في ولد وهو يبتدي يكمل الجمله او يكمل الحدوته بجمله من عنده وناخد الجمله بتاعته واكمل عليها جمله جديده هنا محتاجه دايما الاحظ الجمل اللي بيقولها اتجاهها رايح فين هل رايح في اتجاه سلبي ولا رايح في اتجاه ايجابي هل الكلمات او الجمل اللي بيختارها بتعكس طفل مبسوط ولا بتعكس طفل بيعاني دي من ضمن الحاجات اللطيفه جدا. كمان من ضمن الطرق اللي بتساعد الطفل الكتوم ان هو يعبر عن نفسه الرسم. ممكن نخليه يرسم رسم حر فنبتدي نشوف هو بيرسم ايه وممكن ابتدي اخليه يرسم رسم موجه، يعني مثلا ممكن اقول له يلا تعالى نرسم البيت او تعالى نرسم المدرسه او تعالى نرسم التمرين، اي سياق الطفل بيكون بيعيش فيه بعيد عن عن البيت او بعيد عن الام والاب. وده بيساعدنا جدا ان احنا نشوف الدنيا من عينين الطفل، يا ترى هو راسم ايه؟ ممكن يكون راسم الفصل بتاعه زحمه جدا وفي اطفال كتير كتير وهو ممكن يكون موجود او قاعد في ركن معينه من الفصل او قاعد ورا خالص كل الحاجات دي بتعرفنا حاجه عن الطفل حاجه عن حياته اللي بيمارسها بره البيت مهم جدا جدا بعد ما الطفل يرسم اي رسمه ان احنا نتكلم معاه نعرف منه هو يقصد ايه بالرسومات اللي هو رسمها دي نطلع نحاول نطلع بره الاستنتاجات وبره الافتراضات اللي احنا ممكن نفسر بيها الرسمه بتاعته ونخليه هو يعبر اكتر من خلال اسئلتنا عن طبيعه الرسومات او عن الالوان اللي هو مختارها. بلاش نحط تفسير انه مثلا لو اختار اللون الاسود يبقى هو كده كئيب او لو اختار اللون الاحمر يبقى هو كده متضايق. طبعا الالوان اكيد ليها دلالات وتفسيرات عند المتخصصين، لكن احنا كل اللي بنبقى عايزين نعمله ان احنا عايزين الطفل يعبر. فممكن مثلا اساله واقول له انا عجباني قوي الرسمه بتاعتك وملاحظه ان انت مستخدم فيها اللون الاحمر كذا مره يا ترى هو ده انت ليه عامل كده او انت ليه مستخدم اللون الاحمر كتير ممكن يقولك لك اصل انا بحب اللون ده اصل ده لون الاهلي اي حاجه المهم ان احنا بنساعده ان هو يعبر لنا ويشاركنا ببعض الحاجات اللي ممكن تكون موجوده جواه ممكن كمان ابتدي اسأله طيب انا شيء انا مش لاقياك في الصوره انت انهي واحد في الصوره؟ فابتدي اشوف هو حاطط نفسه فين وسط اصحابه او وسط الناس اللي موجودين حتى في البيت. ال... الكلام اللي بيحصل على الرسومات بتاعة الطفل اهم بكتير جدا من الرسمه ويا نخلي بالنا ان احنا ما نعلقش على الرسمه بحلو او بوحش لان هو به مش هدفنا، احنا مش هدفنا نطلع رسام، لكن هدفنا ان احنا نستخدم ده في احنا نعرف حياته بيحصل فيها ايه. كتير قوي برضه من الاهالي بيفترضوا انه الولد لما يبقى رسمته وحشه او يسيبوا الموضوع الاساسي ويبتدوا يعلقوا على ان الولد ما بيعرفش يرسم او ايه الرسم او انت مش راسم الخط ده مظبوط او انت راسم الراس اكبر من من الرجلين ويبتدوا يعلقوا على حاجات تفصيليه ما تهمناش وما خالص في الموقف ده. فتاني خلينا دايما نبقى بنركز على المهم في الصوره. ومهم جدا بعد ما نخلص الحوار ده نعبر له على قد ايه احنا استمتعنا بالكلام معاه ونحاول ناخد مشاركته يا ترى هو اتبسط من الحوار ده ولا في حاجه ضايقته عشان نقدر نتداركها في المره اللي جايه. طبعا في اطفال بتمر بمواقف صعبه كتير ولما بيمروا بموقف صعب اول حاجه بنلاحظها تغير في سلوكهم ممكن مثلا الطفل يكون بيتكلم وبيرغي طول الوقت فجاه لقيناه بقى ساكت وما بيتكلمش ومنطوي ومنعزل ومش عايز يلعب مع حد. أي سلوك الطفل بيبتدي يعمله مختلف عن طبيعته وبيحصل بشكل مفاجئ هنا بيبقى عندنا علامات استفهام يا ترى إيه اللي حصل؟ كتير لما بنحاول نسأل الطفل ممكن ما نفهمش وممكن الطفل يبقى خايف يحكي فهنا محتاجين نساعده بأدوات غير مباشرة علشان نقدر نعرف إيه اللي حصل وخلاه يتغير بالشكل ده طبعا برضو من أكتر الحاجات الرسم لأنه الرسم الطفل بيقدر يعبر فيه عن كل اللي هو عايزه وهو إلى حد كبير مطمن بس برضو خلينا دايما ناكد انه اي حاجه هن... هن... الطفل هيرسمها احنا مش هنعلق عليها احنا بنحاول نفهم ايه اللي بيحصل وبرضو زي ما قلنا من شويه اسئلتنا اللي بنسالها هي اللي بتدلنا هل الطفل متعرض لحاجه محتاجين نلجا فيها لمتخصص ولا ان الموضوع عادي وطبيعي وحاجه عارضه وهتروح لحالها لو لو اكتشفنا او حسينا ان الطفل ممكن يكون اتعرض مثلا لقدر الله لتحرش او تعرض للتنمر او تعرض لاعتداء بشكل او باخر ممكن هنا نبتدي نلجأ لمتخصص يساعدنا اكتر مع الطفل لان هو هيبقى عنده الادوات اللي تخليه يطلع من الطفل اكتر من كده بكتير ده بالاضافه ان هو هيساعدنا في ان احنا نوجه الطفل او نوجه طريقتنا مع الطفل بشكل يساعده على تجاوز الازمه او التحدي اللي مر بيه غير ان المتخصص كمان بيبقى عنده ادوات تساعد الطفل نفسه ان هو يفرغ كل اللي جواه عشان لما الطفل هيطمن ويحكي ويخرج هيبقى افضل بكتير واهدى بكتير وهيحس ان هو الحاجه اللي مخوفاه طلعت ومهم طبعا جدا ان لو في اي طريقه انه الطفل ده تعرض لاي اذى لازم يحس ان احنا بناخد له حقه لكن ده مش بيحصل إلا تحت إشراف المتخصص وفي الوقت المناسب اللي المتخصص بيقول فيه إنه إحنا دلوقتي مستعدين ان إحنا نرد للطفل ده اعتباره أو نرجع له حقه علشان يحس بالسند, بالسند ويحس بالدعم ويحس إن إحنا دايما في ظهره كل ده بنقدر نوصله من خلال الفنون الرسم، الصلصال، العرايس والحواديت، الحقيقة حاجات كتيرة قوي وأنواع كتيرة مختلفة من الفنون لو إحنا قعدنا ندور هنلاقي أفكار أكتر بكتير من كده هنلاقي ألعاب كتير مهم إن إحنا نبقى عندنا دايما تجديد في اختياراتنا مهم جدا إن إحنا نبقى واثقين إنه دايما الدنيا واسعة فيها حاجات كتيرة وفيها أدوات كتيرة مش لازم نحبس نفسنا طول الوقت في الحاجتين تلاتة اللي إحنا عارفينهم وتربينا عليهم أو اللي بيحصلوا حوالينا لكن كل ما قدرنا نبقى مبدعين اكتر ومطلعين اكتر وبنعرف وبنشوف ايه اللي موجود في الحياه حوالينا ده هيمدنا بمعلومات كتيره وادوات كتيره نقدر نستخدمها في اوقات مختلفه، استخدام الفنون مش محتاج فنانين، استخدام الفنون محتاج ناس عندها مشاعر، ناس بتقدر الفن، لانه الحقيقه انه احيان كتيره بلاقي ناس بتتكلم على الفن على انه حاجه تافهه او احنا عايزين نطلع الاولاد ناشفين او ايه المياصه دي او ايه الدلع ده لا خالص الحقيقه ان احنا لو بصينا هنلاقي ان الفنون دي جزء اصيل جدا من حياتنا من ايام الفراعنه، كل الناس على مر التاريخ وعلى مر الحضارات استخدموا الفنون المختلفه، وقد ايه هي مؤثره، احنا النهارده ممكن نتفرج على مسلسل نفضل حالتنا المزاجيه متعكننه نتيجه ان احنا شفنا موقف سخيف او شفنا موقف مؤثر، فقد ايه الحواديت، قد ايه الفن فعلا بيساعدنا ممكن اغاني تحمسنا جدا جدا ممكن اغاني تانية تحبطنا جدا جدا وتخلينا حاسين بحزن واكتئاب فلازم نبقى عارفين ازاي ان احنا ممكن ننتقي الحاجات اللي تساعدنا تخلي مودنا احسن تخلينا في بنفكر بشكل ايجابي اكتر تساعدنا في اللحظه اللي احنا موجودين فيها كتير قوي لما هنستخدم الادوات دي هنلاقي ان المساحات اللي ما بيننا وما بين ولادنا بقت قريبه اكتر احنا نفسنا زي ما قلنا في الاول هنلاقي نفسنا قدرنا نفرغ طاقتنا قدرنا احنا كمان نعبر عن نفسنا هنلاقي نفسنا اهدى هنخلق مساحه ما بيننا وما بين ولادنا وقرب ما بيننا وما بينهم الحقيقه هيبقى هو ده اللي هيفتكروه طول عمرهم بعد كده ولادنا مش دايما هيفتكروا الاكل والشرب اللي احنا بنعمله لكن هيفتكروا اللحظات الحلوه اللي احنا قضيناها مع بعض خلونا نخلق ذكريات حلوه ما بيننا وما بين ولادنا واخيرا بدعوكم للمره الثانيه انكم تدوروا على مصادر اكتر وتدوروا على افكار اكتر لانه هي دي الحاجات اللي احنا هنبقى محتاجينها في حياتنا اليوميه خلونا نجرب وخلونا نشوف ازاي ده ممكن ياثر على علاقتنا بولادنا وخلينا دايما مفتحين عينينا وندور دايما على ايه اللي بينفع ونجربه ونكمل ونكتر منه مش محتاجين ان احنا نجيب التايهه لكن محتاجين يبقى عندنا قدر من الوسع ان احنا نجرب ونشوف ونلاحظ ونقيم علشان نعرف ايه الطريق اللي احنا محتاجين نختاره مع ولادنا، شكرا ليكم ويا رب اكون النهارده قدرت اشارككم ببعض الافكار الجديده اللي ممكن تفرق في حياتكم وحياة ولادكم